سفر بيني خليل. نعم سيدي. جيب لي السيد مراد. حاضر سيادة الملازم. رجا الكلب إذا بقتله ألف مرة ما بنسى تار أخي. لك هالواطي بعد كل هالرصاص كيف ضل عايش؟ شو بيعرفنا؟ انتبه لحالك. جماعة رجا عم يستنوا فرصة للرد علينا. كل شي بقيان لكم يوم. اوعى حدا يعمل معك شي قبل طلعتك. مراد لساته بالتحقيق؟ ايه لساته. ما توقعت منه ابدا. ما بتفرق كتير اختي، اصلا حتى لو كان بريء طالما هو ابنه لرجا بده يجي دوره وينقبر. ضغطكن على ايدال كان اكبر غلط. صار اللي صار. بركي ماتت. لا تفتح جروحي، بكفي اليف اكلت لي راسي. مره عاقله حلوه وعاقله كمان. كيف هلا مرت اخوك؟ ضاجي شوي، ولادها صاروا عم بينقوا عليها، عشوي بتتركوا بتروح. لا تزعجوها، خليكن مناح معها لبين ما اطلع. وشو رح يصير لما بتطلع؟ لما بطلع بعرف كيف اقنعها. اعملوا اللي قلته ولا تتدخلوا بالباقي. امتى بنقدر نستجوب رجاء اغا؟ بلا ما تنطروا، يعني بتقديرك اسبوع وعشرة ايام. ماشي شكرا. جيت مشان اخذكم. ليش؟ رح ناخذ افادتكم بصفتكم مغدورين. ايه منروح. وانت يلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عيد البريد امان عليك، فقري هدول هن. في هدول كمان. عيني يا ما صار فيني روح. بالأول رح تتحول للنيابة العامة مع الأدلة.
أهلين. حولوني عن نيابة. شو كان عندك زيارة؟ بابا كيفه؟ عم بهلوس باسم ابنه. تفضل على القسم. اسمح لي بدقيقة بس. تفضل. ما بعرف شو بدي اقول لك. قصدي يلي عملتيه مشاني بيضل الشكر قليل كتير عليه. انبسطت انك طلعت. بركي شي يوم اطلعي على حالتنا. مع كل هالمشاكل والازمات وانا هلا طالع من المخفر، في جواتي ملايين الشغلات، بس ما عم اقدر اقول شي. لا تقول. هيك احسن صدقني. انا كتير زعلاني مشان ابوك. كتير زعلاني. لازم اتقابل انا وياكي، بس ما بعرف وين وامتى. بلا ما نصعبها. عم تفهم علي مراد؟ ما بدي افهم شي أليف، لانه بين الفهم والتخلي ما في فرق. انا ما بدي اتخلى عنك. حاضرك مراد. الله ييسر لك. تفضل استاذ. نزليهم على الكمبيوتر. حاضر استاذ. هلا زعلت اكثر على موت كمال. كان ممكن تنهوا قضيه التار. انت حر هلا سيد مراد. مع السلامه. انا بتشكرك. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. مهند قال لي إنك طلعتي ورحتي بسرعة. مزبوط. طلعتك لحالك مو مزبوطة. اضطريت أطلع مع ماما زينة. لا باي أنت شغلة خطيرة. لا مو خطيرة. رحت على المغفر. شو أخذك على المغفر؟ تفضل. أمان أمان بابا. أطلعوا سراحك. اطمن بابا. شفت الكلاب شو عملوا بأبوك. رح تاخذ بتاري مع هيك. رح تاخده مع هيك يا مراد. لو تعرف يا مراد قديش دعيت لربي قبل ما ياخد روحي. شوف وش ابني مراد. دعيت كتير. رح تاخد بتار ابوك. لا شو دخلي؟ شغلتك تاخدي الورق وتطالعي ابن رجا بريء؟ ابن رجا ولا ابن حدا تاني مو مهم مين هو. هذا زلمي بريء والوراق اللي بتثبت براءته وعينك كنت عينك بدي اتجاهلها. كان المفروض تجي لعنا وتسألينا. لو اجيت لعندكن كنتوا رح تخزقوا الوراق وتكبوها. شو عرفك انتي؟ ليش مو انتوا اللي حطيتوا سلاح بايد واحد بريء وخليتوه يروح على السجن؟ تصرفنا مثل ما بتقول عرفنا وتقاليدنا. ما كان لازم تروحي لعنده خالي أليف. انت الظاهر ما سمعت شو قلت جيمو. إذا الزلمة اللي بدك تقتله بلا ما يرفلك جفن طلع صديق أبوك، هالحكي ما له معنى بالنسبة إلك؟ أنا تزوجت كمال وإجيت لحتى أبدأ حياة جديدة ورضيت أبقى هون بس لأني حبيت أعيش معكم. بس أنا ما بحب الشغلات اللي عم تعملوها. مفهومكم للعدالة ما بحبه. حتى الولد اللي لسه ما خلق مذنب بكفي إنه يجي عند الطرف الثاني ليكون مذنب.
بزمان. جان، ما قلت لك لبقى تلعب بالتليفون؟ بابا، ليش أخذ وقع المغفر؟ كان في سوء تفاهم بسيط. ليش أوصل لجده؟ ما بنعرف. يمكن شي سوء تفاهم. ممكن. مو جدو رح يطلع من المشبه. راحت لبكرة. اشتقت لأمك؟ اشتقت لها. هتكون بدها تجي؟ لا، بس عم فكر ابعتك لعندها. يعني إذا مشتاق لها حابب تروح. تروح معي؟ أنا ما فيني أترك جدك. ملكي أوصوك تقلك؟ ما بيأوصوني. ليش؟ لأنه أبوك ما أذى حدا أبدا. جدو أذى حدا؟ لا ابني. يلا شرب العصير. ماما؟ شبك حبيبتي؟ أنت بدنا نروح من هون؟ بدك تاخدينا من هون؟ ما بعرف. شو ناطرين؟ رح نشوف شو الحل. رح نشوف. امبارح من المساء للصبح ما غمضت لي عين لأني جرحت مشاعرك. عيون المها نظرتهم باردي اليوم، وهالنظرة الباردي عم حسها صخرة جواتي. طلعي فيني بنتي، طلعي فيني. عجينتنا هيك انعجنة، حبنا وصبرنا وغضبنا. تعرفي اللي بيقوس بعدين بنيشي، نحن مثله. طيب ماما زينب، بلكي سبتي الهدف الغلط. تزعلي، تنقهري، بتصيري مثل اللي قوس حال، بعدين بتروحي بتوقفي قدام اللي قوستي، بتطلعي جوات عيونه بلكي بيسامحك. أم عيون المهر، سامحتيها لأمك زين؟ أعزائي المشاهدين، إليكم هذا الخبر العاجل. بعد التصويت والموافقة على قانون العفو الجديد في الجلسة الاعتيادية لمجلس الشعب التركي، صدقه السيد رئيس الجمهورية، ويوضع هذا القانون موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة الرسمية. وبدأت وزارة العدل بإرسال التعاميم للإدعاء العام في السجون فيما يخص هذا القانون. رح يطلع عمو، رح يطلع عمو، رح يطلع عمو، رح يطلع عمو. شو بكو، شو فيه؟ ليش عم تعيط؟ رح يطلع عمو. جايينا قاتل جديد يا فرحتنا. ماما زينب رح يطلع عمو. هلا حكوا بالتلفزيون. ألف مبروك. تسلمي بنتي، رحت لكم كثير. أنا هلأ رايحة على الجمعية، في اجتماع مجلس إدارة، بس أرجع نحتفل مع بعض. نحتفل؟ طبعاً طبعاً، أنتي روحي ورجعي. يلا. أكرم أفندي؟ تفضل يا خانم. وين الجماعة؟ ما في هون غير سيد هاشم. سيد هاشم؟ تفضل يا خانم. وين بقية الأعضاء؟ لسه ما اجوا يا خانم. والسبب؟ في شي ما بعرفه، ما هيك؟ شو رأيك تشربي قهوة يا خانم؟ انت بالأول بق هالبحث اللي بتمك، بعدين منشرب. والله حسب ما بعرف راحوا على المشفى يا خانم. على المشفى؟ رجا آغا بده يطلع اليوم، شان هيك راحوا. والله البني آدم غريب. رجا تقوص وهن خايفين من غضبه، ما هيك؟ على الأغلب هيك يا خانم. منيح.
هلا وصلنا على قهوه لنشوف. ان شاء الله ما يكون الازن كمان راح على المشفى يا خانو. شكرا لكم والله يخليكم، ما تركتوني لحالي. اذا في ناس مبسوطين لحالتي قولوا لهم لا كثير يفرحوا. رجاء اغا ما بتقدروا له، راح اعمل منهم عبره لمن يعتبر. امشي على الكاش. عن شو قصدك؟ طالع أخوك بسبب هالمرة اللعينة. هذا الملازم أول والرقيب أول الزفت، مثل الطباع بس شموا الريحة ما عاد يحلو. إذا أنت ما بتتغابى ما بصير شي. شوف حالة رح تعملها تحتك من الخوف. خالي أليف زعلانة مني ما هيك؟ شو متوقع إلك جيمو؟ برافو عليك لأنك قوصت واحد؟ إجي طبطب عليك؟ الأولاد عم يهربوا مني. مانا متعودين جيمو، مو متعودين على هيك شي. بس أنا مو سيء خالي أليف. أنا ما قلت إنك سيء، في جانب من قلبك مثل الجني بس في جانب تاني هداك مثل جهنم. ايه نعم هداك مثل جهنم. ماما زينو؟ خير ماما زينو، في شي؟ كأنك خلصتي بسرعة؟ الاجتماع ما صار. ليش؟ خرجوه للواطي رجع، كلهم راحوا مشان يستقبلوه. هالناس بتخاف من خيالها. قصدك انه نميت وش؟ رجع ما بيقعد عقل يا جيمو، والرجال يفتحوا عيونهم منيح. حط كم ناطور على المصنع. اسمعوني كلكم منيح، حقي اخولك كمال. بكره بعد بكره بيطلع، ودمي أنا ما لازم يضل بالأرض. فهمتوا؟ عملكن فهمتوا؟ فهمنا يا آغا. فهمت أمور؟ وابني فهمان يا ترى؟ ابني، ابني من صلبي من لحمي ودمي. فهمني كمان. أنا سمعتك بابا. ما بكفي تسمع، بدي منك وعد. طلع جوات عيوني وعدني وعد شرف، قول ما بتترك دمك بالأرض، قول حتى يرتاح قلبي. حسسني إنه في وراي ابن مثل الأسد. عم تفهم؟ فهمتني مراد؟ لا بابا ما فهمت، وما رح أفهم هيك شي بعمري. خليك واقف محلك.
طلع فيني. اوعك تضير ظهرك مرة تانية. قال عامل صداقة مع كمال، مع عدوي. اللي انه هذا الحكي كذب، انه افتراء. هذا مو افتراء. مزبوط. كنت بتمنى انه ابني بدل ما تروح تتشفع له الاسطنبولية يروح على الحبس ويعفن فيه. نحن من زمان عفنا، كلنا سوا عفنا من زمان. صديق عدوي هو عدوي، عدوي حتى لو كان ابني. يا اما بتكون معي يا اما ضدي. ماشي بابا، مثل ما بدك. جان ضب اغراضك، بدنا نروح. لوين رايحين؟ يلا قوم، يلا بسرعة جان. خالي أليف، عم بزعجك شي؟ لا لا تعالي. لو تعرفي قديش فرحانة، عمي بكرة طالع. ياي الحمد لله. تعرفي هذا شو معناته؟ شو معناته؟ الحسرة رح تخلص، حسرتي أنا وسيد. ماما زينة وعدتني، قالت لي بكرة بس يطلع عمك حقي. فكرتك اشتقتي له. إذا بيسمع عمي رح يتضايق، بس شو بعمل؟ كنت صغيرة لما فات على الحبس، ومحمود كان كتير صغير، يعني أنا وياه ما منتذكره. فرحت لك كتير؟ إيه، بس شكلنا ما رح نخلص من الحزن. حزن شو؟ اللي صار بالأيام الأخيرة. مروة ساكتة، مجد عابس، وأنت على طول شاردة، عينك دائما على الطريق ونص عقلك بالرجعة. ليش هيك بيصير دائما خالي أليف؟ يعني ضروري إذا الواحد ضحك من جهة يبكي من الجهة الثانية. بابا، بابا نحن رايحين. يلا بخاطرك، أنا بعرف إنه أنت ما رح تطلع فيني، بس قلت لحالي يمكن أبي بده يشوف حفيده قبل ما يروح، يشوفه لآخر مرة. يلا بوس إيده لجدك. روح وين ما بدك، إن شاء الله بتروح على جهنم اللي تحرقك، بس حفيدي رح يضل معي. لا بابا، يلا نقلع من هون. بابا لا تتركني. لا تخاف ابني، ما في شيء. بابا ممكن تسمعني؟ قلت لك نقلع. لا بابا، ما حسرت، هذا ابني. أنا ما بشفق على عدوي. نقلع قبل ما أطلع بروحك. أنا هلأ بدي ابني. زدتوله برا، إذا ما راح أوصوه. مثل ما بدك، بس منتقابل. بابا يا دي تركني. اوعك تخاف. اي ابني اوعك تخاف ابدا. بابا هاتني معي هون. بابا هاتني معك. بابا ظالم داري في رايح يا آغا؟ هيك الظاهر، ما إجاك نوم؟ ليش بيجي؟ بابا
بابا شوفي ليش مستعجلة؟ هلأ لخبرنا حق اليوم بده يطلع. اليوم؟ اتصل واحد من الحراس من ضيعة واحد من رجالنا. مدامه هيك ليش ما حدا تحرك؟ عكاش لساته نايم؟ أنا شو قلت شو قلت؟ ما قلت دمي ما بضل بالأرض؟ تفضل. صباح الخير معلم. صباح الخير، تعال شوف حقي. رايح نصيبي روح اليوم حضرة المدعي، ستور ما شفت منه. الله يسامحك، عود دقيقتين لشوف. خليك بعيد عن السلاح وعن الدم وعن التار. هيك هيك بدنا نموت كلنا، بس لازم نعيش بسلام. انهوا العداوة بيناتكن، يعني لوين رح توصلوا بقتلكن لبعضكن هالحرب تبعكم كلها ما لها طعمه، هدر دم على الفاضي. معك حق حضرة المدعي، يلا بخاطرك. مع السلامة، الله يفتح بوشك. شو الوضع شو؟ في شي حركة حوالينا؟ حالياً ما في أي حركة ماما زينب. فتحوا عيونكم منيح، المي بتنام ورجع ما بينام. ماشي. جايين كتار، ورجيني شطارتك. إذا بيكونوا مية ما بتفرق، إذا الله يسر بنزل لك جثة حقي مثل الجاموس. مبروك يا الله يسلمكم. الله يسلمكم. الله يسلمكم. الله يسلمكم. بالفرج إن شاء الله. الله معك يا أغا. بالتوفيق يا أغا، بالتوفيق. إن شاء الله بتروح وما بترجع. ستور ما شفت منك خال. الله يسامحك، الله يفتح بوشك، لا تطالعنا من بالك. ما من طالعك. يلا بخاطركم. الله يفتح بوشك. ان شاء الله بالفرج يا شباب. الله يسلمك. الله لا يرد. الله يسلمك يا ان شاء الله ما بترجع. روح تجيب رصاصة بنص عينه. ها؟ عمي كيفك يا بطل؟
يلا هلا وقتها. كبران ولا؟ شو اخبارك؟ مشتاق لك كثير عمي. ما شاء الله صاير سبع. نكشبك وناشد حالك. اختي حبيبتي. حقي اخي حبيبي. يلا 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 امشوا لا توقفوا. المرة فشلتنا. شو بدنا نقول لرجاء اغا؟ جان جان. نعم جدو. تعال هون. شفت هدول الصور؟ تصورناهم من سنتين، وقتها كان كل شيء حلو ورح يرجع هيك. سمعتني شو عم قول جان؟ رح يرجع هيك. سمعت. لا تقلب وشك، ما بصير تقلب وشك بجدك. أنا مو عدو لأبوك، هو روحي، هو الشقفة مني. صحيح أنا معصب بس مو أكتر من هيك. لا أبوك بيتركني ولا أنا. الضفر ما بيطلع من اللحم. بعدين أنا مين إلي غيركم؟ أنتوا بالنسبة إلي كل شيء. عم تفهم؟ صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ مو منيح. طلعت من البيت. طلعت منه؟ كيف؟ يعني تركته. شو اللي صار؟ صار كتير. أنا وأبي كل واحد من طريق. شايف المناطق؟ السهل واللي ورا السهل كله رح يجي يوم يصيروا لك، والكل رح ينحني قدامك وينادوا لك جان وآغا. بابا والماما يحيكونوا جنبي؟ إذا بدهم بيكونوا. بيجي يوم، رح يجي يوم تبقى فيه لوحدك. لا أنا بكون بجنبك ولا حدا تاني، لأنه بيجي على الواحد يوم بيضل فيه لحاله. وهاليوم هاد لازم تكون قوي جانو، بتكون قوي هيك إذا بتدوس على الأرض بتهزها. الوحدة خلقتني، ما قدرت نام للصبح. وصوت جان بإذنه، صوته عم ينادي وراي. بابا أول مرة بفهم يا أليف، أول مرة بفهم شو هو اليأس. يعني ما بعرف شو بدي أقول لك، شي فظيع. بعدين فكرت فيكي، وكل ما فكرت فيكي بشتقلك أكتر. وبعد أسوأ ليلة بحياتي يا أليف حبيت إني أسمع صوتك الحلو. بعرف إني أناني. لا مو أناني. اشتقت لكل شي دفعة واحدة، لكل شي، ابني، انتي، حتى اني مشتاق لحالي. عرفتي وين انا قاعد هلا؟ الشارع اللي ورا مدرسه الجمهوريه. اسالي بدلوكي. ماشي. بركي شي مره بتمرقي. ما بعرف شو رح يصير بجان. رح اخده، بس كيف ما بعرف، اكيد رح اخده. زعلت كثير. انا فيني ساعدك بشي؟ طبعا فيكي، انه تتذكريني كل فتره والتانيه. بتذكرك. وعد. مع السلامة. الله يسلمك. شو صار؟ أخذتوا لي بتاري من حقي؟ لا آغا، الواطي زين وغطت عليه، وكل الدرك كانوا محاوطينه. نقلع من وشي ولاك. نقلع. كان لازم ترموا حقي على باب السجن مثل الجاموس. وقتها بقدر اقول عنكم رجال، لكن انتوا جحاش مو بشر.
يعملوا بالخواريف؟ بدهم يذبحوهم؟ لا بدهم يبوسوهم. ما أهدمك إذا بيبوسوهم قدام الكل بيعيبوا عليهم، بياخدوهم لورا وبيبوسوهم. شو في هيك؟ ماني رايقتلك، سكر حلقة. بلشتوا تتنقروا؟ ماني مصدقة كل هالتحضيرات مشان استقبال مجرم؟ عملكم اوعكم تقلبوا وشكم فيهم والا بيصير موقفي صعب. مروة سمعتيني؟ ما فيني اوعدك بنتي، اذا فكرتي فيني شوي شو بيصير؟ بتموتي يعني؟ محمود لا يلا 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 تعي لشوف كبراني شو هالحلاوة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ست هليف، الله يسلمك. شوف هذا ابن مجد ما شاء الله، وهي بنتها مروة. أهلا وسهلا. أهلين حبيبتي أهلين، كيفك منيحة؟ تعي لهون تعي أختي الغالية، تعال هون ولا بنت هون. والله صاير عروس. محمود محمود وينه محمود؟ جيت عمو. تعالوا تعالوا يلا يلا جيبوا يلا 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 ها 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 يلا محمود محمود يلا 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 قربتي.